رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءله. أيها الإخوة، حينما يفكر الإنسان أن يطفئ نور الله يكون أحمق. لو رأيت رجلا يتجه إلى الشمس وينفخ بفمه حتى يطفئها تحكم بخلل في عقله. إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء الشمس، فكيف يستطيع إنسان أن يطفئ نور الله عز وجل؟ الحق كالجبل الشامخ، لو أن أهل الأرض جميعا ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون. يتحدثون كثيرا، يتوعدون كثيرا، لا لأن أهله أقوياء هم أضعف خلق الله، بل لأنه دين الله. وأنت أيها المسلم لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، والله سبحانه وتعالى يمكن أن ينصره بأعدائه دون أن يفعل. ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا بهذا الدين، أن تكون جنديا للحق وخادما لهذا الدين. إذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. توضيح المعنى، لماذا تتردد في أن تضرب شرطياً؟ لأن الدولة كلها وراءك. أنت لا تعتدي على إنسان عادي، تعتدي على من يمثل سلطة. لو وسعت المعنى، لو عاديت ولياً لله، وتعريف الولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي مؤمن صح إيمانه وصح عمله هو ولي من أولياء الله. فقبل أن تفكر أن تعتدي على ولي أو على مؤمن عدوانا بلسانك أو بيدك أو بحيلة أو بإغراء أو بضغط، عد للمليون لأن الله معك. هذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أيعقل من أجل امرأتين أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة؟ قال علماء التفسير: معنى الآية أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاد للحق فاعلم من هو الطرف الآخر. في منطق العصر القطب القوي سفيره معظم مبجل محترم إلى درجة لا تصدق. نحن حينما نتقي أن ننال السفير بأذى، لا لأنه إنسان مصارع، لأن دولته قوية جدا،
يعني للتقريب، من آذى لي وليا آذنته بالحرب، ومن حاربه الله قصمه، ومن حاربه الله قصمه. أحيانا خثرة في الدماغ تنتهي حياته، يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت، يعني نقطة دم لا تزيد عن رأس دبوس تتجمد في أحد أوعية المخ، فيشد الإنسان ويفقد نطقه ويفقد بعض حواسه، تصبح حياته جحيما. يعني مليون باب من أبواب أن تغدو حياة الإنسان جحيما وأنت في قبضة الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أتصور أن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يعادي أولياء الله، لأن الله ينتقم منه أشد الانتقام. أذكر قصة وقعت. إنسان له دعوة إلى الله وأظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، يركب مركبته، مس مركبة أخرى وفي أضرار طفيفة جدا، والرجل ورع فكتب ورقة وكتب هاتفه وهو متحمل إصلاح هذه المركبة، بلغت ما بلغت والخلل طفيف جدا. هو يكتب الورقة ليضعها في السيارة، جاء صاحب السيارة، ولا يليق في هذا المجلس أن أذكر ماذا فعل هذا السفيه مع هذا الإنسان الذي يعني مس مركبته عن غير قصد وتعهد بإصلاحه. لم يدع كلمة سوقية إلا وقد وصفه بها أمام الناس. الرجل صبر ثم افترق. في اليوم التالي عنده مزرعة في منطقة جميلة جدا حول دمشق، وقد دعا أصدقائه بهذه المزرعة. أحد أصدقائه تأخر فاتصل به على الهاتف المحمول، فإذا هو قد ضل الطريق. قال له: أنا سآتي إليك إلى المكان الفلاني. في المكان الفلاني صار حادث سير، أصيب بانقطاع في عموده الفقري وشل فورا، وقد أصبح قعيد الفراش وهو في مقتبل العمر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربته فقد قصمته. عد للمليار قبل أن تعتدي على مؤمن. والإنسان ما دام معافا من سفك دم المؤمن فهو بخير، يظل المسلم بخير ما لم يسفك دمه، لأن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى أبد الآبدين. هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين وكأنهم في نزهة، هؤلاء أمامهم يوم عسير. لذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب،